إكرامك عليها لترعى شعبك. افتحوا لي أبواب البير لكي أدخل فيها وأعترف للرب. والابن والروح القدس، نحن المقارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وكل الشعب المحب للمسيح اتفقنا جميعا بطيب قلب، فانتخبنا الأنبا شنودة بابا وبطريرك ورئيس أساقفة للكرسي الرسولي كرسي القديس مرقس الإنجيلي. صلوا جميعا لأبينا المختار من الله. اطلع يا رب علينا وعلى خدمتنا وطهرنا من كل دنس، وارسل من العلاء نعمة رئاسة الكهنوت العليا على عبدك الأنبا شنودة. ندعوك أنبا شنودة بابا وبطريرك وسيد الكرازة المرقسية المرات جاتك من جميل الجيف كريستوس بن جويس. تسلم تقليد رئاسة الكهنوت لسنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة مديدة. كهنتك يا رب يلبسون العدل. تبارك الله الذي سكب من نعمته على كهنته مثل الدهن على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جب قميصه مثل ندى حرمون كل حين. تبارك الله الذي من بصاح قويا بالقوة وجعل طرقي بلا عيب كل حين. يمينك يا رب ممجدة بالقوة، يدك اليمنى يا رب سحقت الأعداء. يداك صنعتان وجبلتان، فهمني فأتعلم وصاياك. تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار بحسنك وجمالك. تبتهج روحي الرب ويبتهج قلبي بالله مخلصي. ملك الرب واتسع في بالباء، لبس الخضرة سجن من الأبياب، وضع على رأس تاجا من عجل كريم، وحياة صالحة سألت فأعطاني كل نعيم. الآن والكل أوان وإلى أبد الدهور. تسلم عسى الرعاية من يد الرعاة الأعظم يسوع المسيح ابن الله الحي الدائم الى الابد. الأنبا شنودة رئيس الأساقفة
على الكرسي الرسول الإنجيلي مرقس. أجلسنا المشهودة بابا وبطريركا على الكرازة المرقسية كرسي القديس مرقس الإنجيلي بزمر أوزن شادي نبما سواب إن بركليس الأمين. شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير. أنا هو الراعي الصالح وأعرف قصتي وقصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب وأنا أضع نفسي عن الخراب ولي خراب أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراعي واحد والمجد لله.